وتعبيرا عن وحدتنا الوطنية والعيش المشترك، التقى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رؤساء الكنائس في المملكة، وذلك في كنيسة العذراء الناصرية بمطرانية اللاتين في الصوفية بعمان، وقدم لهم ولكافة المواطنين المسيحيين التهاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية. إلى التفاصيل. هنأ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رؤساء الكنائس في الأردن بمناسبة عيد الميلاد المجيد وحلول رأس السنة الميلادية. أقيم اللقاء في كنيسة العذراء الناصرية مطرانية اللاتين بعمان بحضور رؤساء الكنائس ووزراء وأعيان ونواب وعدد من الشخصيات الرسمية. وخلال اللقاء قال رئيس الوزراء: إن الأعياد في أردننا الغالي هي تعبير عن وحدتنا الوطنية الحقيقية والتي نتميز فيها عن كثير من دول العالم، ونحن نجسد قيم العيش المشترك والمحبة والوئام. وأضاف: نحن أسرة أردنية واحدة كبيرة ننتمي لهذا الوطن، وولاؤنا لقيادتنا الهاشمية التي تزرع قيم المحبة والتسامح والحوار، مؤكدا على دور جلالة الملك عبد الله الثاني في الوصاية والرعاية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة. هذه المجتمعات التي يسود فيها رفض الآخر، ليس لنا علاقة ولا صلة ثقافية ودينية بها. نحن نعتبر أن ونصر ليس فقط على القبول بالآخر، ولكن على العيش المشترك، على المحبة والوئام والحوار. ونحن كأسرة أردنية واحدة كبيرة ننتمي لهذا الوطن، وولاؤنا للقيادة الهاشمية التي تبث هذه القيم، قيم المحبة والتسامح والحوار، كما أنها تتحمل مسؤولية وعبء الوصاية على الأقصى وعلى القيامة. وطننا يضم الأديان والمعتقدات والمذاهب والأجناس والأعراق، هذا لا يضير، بل بالعكس، بهذا نشكل لوحة فسيفساء متجانسة. هذا التنوع لا يزيدها إلا جمالاً وعطاءً. وألقى المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي للاتين في الأردن كلمة قال فيها: إن المسيحيين والمسلمين في الأردن أسرة واحدة تتعلم من جلالة الملك عبد الله الثاني قيم الانفتاح والحوار واحترام الآخر. ولفت إلى تأكيد جلالته خلال استقباله الأسبوع الماضي لرؤساء الكنائس في الأردن والقدس أن المسيحيين والمسلمين في الأردن أسرة واحدة تعمل من أجل مصلحة الوطن وتقدمه وازدهاره. ووجه المطران الشوملي الشكر باسم الكنائس في الأردن للحكومة على قرارها الأخير بتخصيص قطعة أرض في منطقة شفا بدران بعمان لتكون مقبرة مسيحية تخدم أهالي مناطق شمال العاصمة، كما أثنى على دور الأجهزة الأمنية وحرصها في كل عيد ميلادي مجيد على أن تكون دور العبادة آمنة للمصلين، مؤكداً أن هذا العمل يعكس وجه الأردن الحضاري ويدل على قيم المحبة والتآخي. نحن نعلم أن الإصلاح لا يتم بلمح البصر، بل يتطلب صبراً وتعاوناً من جميع مكونات المجتمع المدني. ووسط كل مشاغلكم وجدتم وقتاً لزيارتنا ومعايدتنا في هذا النهار المبارك، كما وجدتم وقتاً لإضاءة شجرة عيد الميلاد في السلط قبل أيام لتشاركوا المسيحيين في فرحة العيد، حيث صرحتم أمام شجرة السلط المضاءة والمرتفعة في السماء والضاربة جذورها في تراب البلقاء
صرحتم بأن وحدتنا الوطنية حقيقية وضاربة جذورها في أرض الأردن دولة الرئيس. نريد أن نعبر عن امتناننا لكل ما تقومون به لتقدم الأردن على كافة الأصعدة، ونغتنم وجودكم بيننا اليوم لأشكركم باسم الكنائس على قراركم قبل أيام تخصيص قطعة أرض كبيرة في منطقة شفا بدران لتكون مقبرة مسيحية تخدم شمال عمان. الشكر موصول لكم ولأمانة عمان الكبرى التي تعاونت لجعل هذا الأمر ممكنا. دولة الرئيس، من خلالكم نتقدم بالشكر للأجهزة الأمنية التي تحرص في كل عيد على أن تكون بيوت الله أماكن آمنة للمصلين، وهي تقوم بواجبها خير القيام، وخصوصاً في هذه الليلة الباردة التي أمضوها رجال الأمن في الشارع لكي يحموا المصلين الدافئين، وقاموا بذلك بوجه حضاري تشكرون عليه. نحن في بلد فريد لأنه تقدس بمرور الأنبياء على أرضه وبعماد السيد المسيح في الضفة الشرقية من نهر الأردن، ولديه طاقات مستقبلية واعدة، ونحن نعمل معاً مسلمين ومسيحيين على تطوير وطننا وازدهاره وأمنه ووحدته. وفي ختام الزيارة سلم القائم بأعمال سفارة الفاتيكان في الأردن المنسنيور مورلالي رسالة السلام إلى رئيس الوزراء من قداسة البابا فرانسيس، وبعدها التقطت الصورة التذكارية مع دولته أمام الكنيسة.